أنا مريم عبد الحكيم، عندي 25 سنة، متخرجة من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون. كنت في مدرسة فرنسية، كنت في نوتردام دي لا ديليفراند، اتعلمت الفرنسية في المدرسة. وبعد كده لما جه بقى التفكير هدخل كلية إيه، كنت محتارة طبعا إن أنا أكمل دراسة في اللغة اللي أنا بتعلمها من وأنا عندي 4 سنين، أو إن أنا أدخل كلية الإعلام جامعة القاهرة اللي هو شغفي والحاجة اللي أنا عايزة أتعلمها. وانتصر الشغف يعني في الآخر، دخلت كلية الإعلام الحمد لله. فرقت كتير جدا في تكويني وفي شخصيتي، وعلمتني حاجات كتير جدا، وكل اساتذتي اللي موجودين هناك استفدت منهم، يا اما على المستوى الانساني او حتى على المستوى العلمي اكيد. وبدات رحلتي بقى بعد التخرج، انا اتخرجت 2018، بدات رحلتي بقى بعد التخرج في 2019 بعدها بسنه في مشوار التطوع في البطولات المختلفه. علاقتي بالكوره بدات من وانا لسه بفتح عيني على الدنيا. انا يعني بحب الكوره جدا، اكيد مش هقول النادي اللي انا منتميه له، بس يعني بحب الكوره جدا جوه مصر وبره مصر، مشجعه متعصبه جدا جدا جدا. الكوره علمتني كل حاجه في حياتي. يمكن في ناس ما بتبقاش فاهمه قوي علاقتنا بالكوره، او مش عارفه، فاكرين ان 90 دقيقه ماتش وبيخلص دي بتبقى حاجه كده وبتعدي. لا، هي مش بتعدي خالص. الكوره بتعلمنا حاجات كتير قوي فارقه في حياتنا، بتعلمنا الاصرار، بتعلمنا الحماس، بتعلمنا ان احنا نكمل في الحاجه اللي احنا عايزين نعملها، بتعلمنا الوفاء والله، وبتعلمنا حاجات كتير جدا. يمكن الناس اللي ما بتبقاش متفهمه قوي الكلام ده بتستغرب اللي احنا بنقوله، بس لا، هي دي الحقيقه. انا فتحت عيني على حب الكوره، فتحت عيني على 2006 و2008 و2010 الجيل المميز لمنتخب مصر، الجيل الذهبي ده من اللاعبين. فتحت عيني وانا بشوف الاهلي في كاس العالم للانديه وبيشرف مصر، بشوف الزمالك وهو بيشرف مصر. فالكوره بالنسبه لي جزء كده، حاجه بتجري في دمي وحاجه في شخصيتي. الترجمه والتطوع، التطوع بدا في 2019، كانت بطوله الكان كاس الامم الافريقيه اللي كانت في يونيو يوليو 2019. عدينا باختبارات كتير قوي، الموضوع ما كانش سهل ابدا، ودي كانت حاجه كويسه وادركنا قيمتها كلنا بعد كده. لما كان في لجان كتير قوي بتعمل لنا اختبارات، وبعد كده بنخضع لفتره تدريبات، الموضوع ما كانش سهل علشان نكون على قدر الحدث وعلى قدر المسؤوليه الموجوده بالنسبه لنا. 2019 دي كانت البدايه في كاس الامم الافريقيه. بدايه الترجمه بقى تحديدا، اكيد مش هنسى اليوم 7 نوفمبر 2019. ده كان اول يوم او ليله بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. اليوم ده كانت اول مره ان انا ادخل كابينه الترجمه وابتدي ان انا اتعامل في وجود اعلاميين من كل انحاء العالم، وابتدي احس انه هو احساس صعب قوي، لان انت الكلمه اللي انت هتتفوه بيها في اللحظه دي هي هتتنقل في ثانيه لكل المواقع الاخباريه ولكل الناس ولكل الجماهير ولكل الناس البسيطه، اهالينا وعلى القهاوي وفي الشارع وكل حته. فكان احساس مختلف، بس كنت متحمسه، كنت حابه ان انا اكمل، كنت حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه، وحاولت ان انا اجتهد واسعى، يعني ان انا اذاكر، ان انا احضر، وانه في الاول في الاخر ادعي ربنا، والحمد لله ربنا كرم الدنيا مشيت على خير. ودي كانت البدايه، وتلاقيها بقى بطولات كتير قوي بعد كده. اي رحله بيبقى فيها جانب صعب، وبيبقى فيها جانب صعب جدا، وبتبقى فيها لحظات ياس، وبيبقى فيها مش هبالغ لو قلت لحظات انهيار، وان الواحد بيفكر انه كفايه قوي كده، لازم نوقف ومش هنقدر نكمل. بس في وجود الجزء او الجانب الداعم اللي بيقدم دعم نفسي، اكيد الموضوع بيختلف اختلاف كبير جدا. اهلي ربنا يبارك لي فيهم، ويعني ربنا يحفظهم لي ويبارك في كل اهالينا يا رب، اللهم امين. قد ايه كانوا حاسين ان انا متمسكه بحلمي، وان انا عايزه اوصل وعايزه احقق حاجه، فكانوا دايما بيدعموني، كانوا دايما في ظهري. انا وزمايلي المتطوعين احنا خلاص احنا اخوات، احنا بقالنا 3 سنين من ساعه ما بدانا في 2019. احنا كنا محظوظين جدا، لانه احنا اتعاملنا مع ناس قامات في مجال الاعلام الرياضي او في مجال الاعلام تحديدا. يعني احنا لما نكون موجودين في بطوله ويكون الميديا اوفيسر او المنسق الاعلامي الموجود، بنتكلم في اسماء زي محمد ثابت، زي مصطفى طنطاوي، دكتور عادل كريم، استاذه ايناس مظهر، طبعا محافظ الالقاب للناس كلها. فاحنا اتعلمنا منهم كتير قوي قوي، كتير قوي بنرجع لهم، يعني مش بس في مستوى الشغل، لا كتير قوي بنرجع لهم، بنحاول ان احنا نقتدي من خبراتهم. الناس دي نجحت، الناس دي اثبتت نفسها، والناس دي احنا دايما باصين عليهم وباصين على نجاحاتهم ما شاء الله والحاجات اللي حققوها، وعايزين احنا كمان نحقق حاجات زيهم في يوم من الايام باذن الله. مؤتمر مصر والسنغال، المؤتمر كان ليه جو مختلف، لانه اولا انا مشجعه، فانا يفرق لي جدا جدا حلم ان انا اشوف بلدي، حلم ان انا اشوف اللعيبه دي في كاس العالم. فدي حاجه كانت مخلياني باحساس مختلف، بجو مختلف. انا كنت عارفه انه انا هبقى قاعده جنب اليو سي سي، يمكن انا ما كنتش عارفه مين اللاعب، انا مش عارفه مين اللي ممكن يكون طالع مثلا هيكون معايا في المؤتمر، اللي هو المؤتمر اللي كان ليله الماتش. فان انا اكون قاعده وان انا الاقي اليو سي سي وكوليبالي داخلين، دي اكيد كانت حاجه مميزه وليها وقعها كبير جدا ومختلف عليا. حاولت اول حاجه طبعا ان انا افصل مشاعري تماما، اولا مشاعري كمشجعه، وثانيا مشاعري انه اي حد في العالم اكيد بيحب كوليبالي اللاعب،
واكيد بيحب سيسي كمدرب وكلاعب كمان اسطوره. حاولت ان انا احط كل ده على جنب وان انا اركز ان انا يعني اقدر اقول ان انا اطلع الموضوع بطريقه محترفه قدر الامكان. ده كان الاستعداد بالنسبه للمؤتمر زي ان انا بحاول ادرب نفسي على فكره الثبات الانفعالي، لغه الجسد ازاي ان انا احاول اتحكم في كل الحاجات دي، وطبعا جانب بقى مذاكره اللغه بقى، ونرجع تاني نفتح الكتب والملازم ونشوف القواعد ونشوف بنعمل ايه في الفرنسي وكل القواعد بقى اللغويه والنحويه عشان اتفادى انه ما اقعش في اي خطا على الهواء. انا اول ما شفت اليو سي سي طبعا يعني بتبقى لحظه كده اللي هو انت شايف قدامك، طبعا كانت اول مره اشوفه. اللحظه دي بتتكرر مع مدربين كتير قوي مش بس السي، يمكن انا كنت سعيده الحظ ان انا ترجمت المدربين كتير قوي. ما انساش برده يعني ترجمت مره لسونج لما كان في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، كان هو المدير الفني لمنتخب الكاميرون. زي ما قلت لاليو سي سي حكيت لهم ان انا فتحت عيني كطفله وكمراهقه وكبنت كبيره عليكم، شفتكم وانتم بتلعبوا، شفتكم وانتم بعد كده بقيتوا مدربين واثبتوا انه ممكن يبقى حد لاعب شاطر كويس ويبقى بعد كده مدير فني كويس وتبقى علاقته كويسه جدا باللعيبه. فلما ببتدي اتكلم معاهم الكلام ده اولا بيفرق لهم جدا انه اللي هيكون بيترجم معاهم مش بس جاي هيترجم ويكتفي بنقل الكلام من لغه لتانيه، بيفرق معاهم جدا ان هو ايه ده، دي عارفاني، دي هتبتدي تتكلم معايا، دي هتكون فاهمه، هيبقى في يعني زي كيمياء او توافق بيننا اثناء المؤتمر، وده اللي حصل بفضل الله. المؤتمر اللي هو كان ليله المباراه ده كان عيد ميلاد اليو سي سي، حرصت ان انا اقول له كل سنه وانت طيب عيد ميلادك. قعدنا حتى نتكلم الفرق بيني وبينه 20 سنه، فقعدنا نتكلم عن فكره سنه دلوقتي ولما كان قدي كان بيعمل ايه ونظرتنا للحياه كل واحد فينا عامله ازاي. هو ذكي جدا طبعا، اكيد مش هتكلم عنه كمدير فني، ولكن اقصد كحضوره في المؤتمرات الصحفيه ليه حضور وليه طله مختلفه وليه ذكاء في الرد على الاسئله، وكنت بحاول ان انا اكون بجري في الذكاء ده اثناء المؤتمر. اليو سي سي من المديرين الفنيين المتميزين جدا، سواء كمدير فني في الملعب وسواء في حضوره في المؤتمر الصحفي. يمكن حتى انا حبيت ان انا افكره بموقف في نفس الاستاد في 2019 لما كان السنغال بيقابل الجزائر في النهائي والسنغال وقتها خسر. هو ساعتها جمع اللعيبه واتكلم معاهم في الملعب قبل ما يطلعوا، اتكلم معاهم وحطوا ايديهم في ايدين بعض وتعهدوا ان هم يجيبوا البطوله، وده اللي حصل فعلا بعد سنتين في 2021 طبعا كان قدام منتخبنا. المهم انه فعلا الكلمه اللي قالها لعيبته التزموا بيها وقدروا ان هم يسعدوا جماهيرهم، واحنا عارفين حب الشعب السنغالي لكره القدم قد ايه. فدي حاجه من الحاجات اللي انا لما ذكرتها له اول ما شفته ابتدينا نتكلم، دي من الحاجات اللي هو يعني اثنى عليها، انه حسسته انه لا، البنت اللي هتكون بتترجم معايا هي مش بس جايه تنقل اللغه وتكتفي بكده، لا هي فاهمه، هي متابعه كوره. فدي حاجه خليني اقول خلت فيه بعض الارتياح بالنسبه له، اكيد بالنسبه لي انا كمان. لما بدانا المؤتمر بدات طبعا تاني مؤتمر اكيد كان مختلف، بدات اعرف هو بياخد اجزاء كده من الثانيه قبل الاجابه على السؤال ان هو يفكر، ودي حاجه كانت بالنسبه لي ذكاء وحاجه بتريحني شويه. يعني كل اكيد حد بيبقى ليه طريقته في الحديث، فهي كانت طريقته مريحه شويه بالنسبه لي، وازعم انه الحمد لله هو قال انه كان كمان نفس الانطباع بالنسبه له والحمد لله. يوم الخميس ليله المباراه بتاعه منتخب مصر والسنغال ده كان عيد ميلاد اليو سي سي. انا كنت عارفه انا بحاول ان انا ذاكر الناس اللي انا هبقى قاعده معاهم علشان ابقى يعني ضمن رد الافعال او احاول اتوقع بعض الحاجات، فانا كنت عارفه انه اليوم ده كان عيد ميلاده وان هو هيتم 46 سنه. فطبعا قعدت اقول له كل سنه وهو طيب، وان انا بتمنى له انه تبقى يعني سنه كويسه كلها نجاحات باستثناء طبعا اكيد بهزار النجاح امام منتخبنا المصري. هو فرح جدا، ما كانش متوقع ان انا ممكن اكون عارفه حاجه زي كده. استغرب جدا وشكرني ان انا مهتمه وان انا متابعه. قعدنا بقى نتكلم عن الفرق بيني وبينه سنا قد ايه، هو شايف مرحلتي العمريه دلوقتي ازاي، وبينصحني لما انا ابقى اكبر قد اوصل 46 سنه اتعامل مع الحياه ازاي، المواقف اللي همر بيها هعمل ايه. فكان نقاش لطيف يعني جمعني انا وهو، وساهم اكتر ان المؤتمر يطلع بصوره انه ما يكونش فيه اي تنشن او لحظه توتر بيني وبينه. لما اتكلمت مع اليو سي سي عن عيد ميلاده هو كان حريص ان هو يقول لي ان انا يعني هو قال لي انه الفرق بيني وبينه 20 سنه تقريبا، فان انا استغل المرحله العمريه اللي انا فيها دي دلوقتي، وان ده سن الشباب، سن تحقيق الانجازات، انه الواحد دلوقتي مهما حصل حاجات كتير لازم نعافر ونكمل وهنقع ونقوم تاني. فكلام زي ده اصلا حمسني، بالذات ان هو جاي لي من اسطوره انا بحبها كلاعب ومن اسطوره بحبها كمدير فني. فلما هو قعد يديني النصايح دي بيقول لي ان هو دلوقتي نظرته للحياه اكيد اختلفت بعد مرور السنين، وبيقول لي
هتفتكري كلامنا ده تاني بعد كده لما تكبري وترجعي تتمني الايام دي دلوقتي ترجع تاني. فكانت النصايح دي فرقت معايا بشكل كبير جدا. المؤتمر اللي كان قبل الماتش كان اليو سيسي، وكان بيبقى بحضور لاعب من لاعبين المنتخب السنغالي. انا الحقيقه لغايه اخر وقت ما كنتش عارفه مين اللاعب، حاولت ان انا يعني اتحضر لاي لاعب مهما كان وان انا اكون على قدر المسؤوليه. لقيت انه اليو سيسي جاي المؤتمر ومعاه كوليبالي. كوليبالي طبعا لاعب كبير جدا واي حد يتمنى اصلا ان هو يشوفه ويقعد معاه، فلما لقيت ان هو هيقعد جنبي وانا بترجم حسيت انها حاجه كبيره جدا. حاولت اركز قوي، كوليبالي هادي بعض الشيء اثناء الحديث في المؤتمر، فدي حاجه بتبقى صعبه عليا شويه ان انا بحاول اتعامل مع الهدوء ده. رتم الكلام كمان بيختلف، فانا كنت مبسوطه وانا قاعده جنبه. اكيد طبعا كنت متوقعه السؤال اللي هيتساله عن مواجهه محمد صلاح، لان هما اوريدي واجهوا بعض كتير جدا من ايام ما كان لسه في الدوري الايطالي، فانا كنت متوقعه السؤال ده. وبيني وبين نفسي كنت عايزه اعرف هو هيجاوب عليه يقول ايه، وازاي يعني هيتكلم عن المواجهه بينه وبين محمد صلاح، فانا كنت عايزه اعرف انت هتقول ايه على حاجه زي كده. وطبعا بيبقى الواحد بيفصل انه انت قاعد جنب اسطوره، بس نفس الوقت الاسطوره دي هتلعب منتخب بلدك، فانت بترجم اجابه سؤاله بس من جواك بتتمنى له انه ما يتوفقش في الماتش. فكان تجربه لطيفه ان انا اكون قاعده جنبه وترجم. لما الماتش خلص، وطبعا انا فرحانه انه الماتش خلص 1-0 لصالح منتخبنا، حلم التاهل للمونديال بيقرب، كان بدا بقى جوايا الخوف يزيد. هو اليو سيسي هيطلع المؤتمر ازاي؟ هيطلع بنفس الشخصيه المرحه نوعا ما اللي اتكلمنا امبارح واتكلمنا عن عيد ميلاده وقعدنا نتكلم، ولا المدير الفني اللي فريقه ومنتخب بلده خسر وهتبقى مباراه العوده صعبه عليه جدا؟ فدي كانت حاجه انا كنت متخوفه منها جدا الحقيقه. بس هو حافظ على نفس الهدوء، حافظ على نفس الثبات الانفعالي. يمكن اليو سيسي عنده حاجه مش موجوده عند كتير من المديرين الفنيين اترجمت معاهم، وهي انه بياخد بعض اجزاء من الثانيه قبل ما بيجاوب على السؤال، زي ان هو بيكون بيفكر في الاجابه مش بيندفع قبل ما يجاوب على السؤال. دي حاجه انا بحترمها جدا وحاجه انا بقدرها كمدير فني ذكي، بحسها حتى نفس شخصيته نوعا ما في الملعب في تشكيله في تغييراته. لاحظتها ان هو بيعمل كده في المؤتمر الصحفي، طبعا بتبقى مريحه ليا انا كمان اثناء الترجمه. ويمكن هو كمان متفهم طبيعه عمل المترجم، يعني كان في سؤال مثلا، انا اذكر ان كان في سؤال اتقال باللغه الفرنسيه هو كان هيجاوب عليه على طول، نسي ان انا المفروض ان انا لازم اعيد ترجمه السؤال باللغه العربيه عشان كل الموجودين في قاعه المؤتمر الصحفي يفهموا السؤال. فلما طلبت منه حاجه زي كده هو تفهم وابتسم لي وعرف ان هي حاجه عاديه، بالعكس ده اعتذر لي بعد المؤتمر ان هو ما انتبهش لحاجه زي كده. يمكن من اصعب المواقف اللي كانت في المؤتمر انه في سؤال من بعض الصحفيين كان عن العلاقه بين اليو سيسي وبين ساديو ماني نجم ليفربول الانجليزي. السؤال اللي اتقال بطريقه يعني زي اسئله كتير، اوقات بيبقى في حرص من بعض الصحفيين، كل حد بيحاول يعمل شغل مميز للجهه الاعلاميه اللي هو تابع ليها، بيتطلب مني اثناء المؤتمر في اجزاء من الثانيه انا كمان ان انا اكون منتبهه وحريصه وحذره جدا في انتقاء كلماتي في ترجمه الاسئله اللي زي دي. حاولت ان انا العبها صح، ان انا اسال اليو سيسي سؤال مفتوح، ادي له هو الفرصة كاملة ان هو يتكلم، فأكفل للصحفي حقه، حق الصحفي ان هو يحضر المؤتمر الصحفي ويسمع الإجابة كاملة من المدير الفني، وفي نفس الوقت ان المدير الفني يتكلم على راحته. فحاولت ان انا اتكلم معاه بشكل مفتوح عن العلاقة بينه وبين ساديو ماني. هو ادرك، هو باين على وشه ان هو عارف الهدف ده من السؤال ايه او ايه الغرض ورا السؤال ده، وابتدى فعلا يتكلم. دايما بتكون في يعني بعض خليني اقول التخمينات عن اللعيبه اللي بتلعب في فرق كبيره لما تيجي تشارك مع منتخبات بلدها، وده كان فعلا الهدف من السؤال وده اللي هو اتكلم عنه. هو حب ان هو يثبت وجاوب بذكاء، حب ان هو يثبت قد ايه ساديو ماني بيلعب بكل يعني بكل روح وبكل قوه مع منتخب السنغال، زي ما بيلعب مع ليفربول بالظبط، لانه دايما بتكون فيه مقارنات زي المقارنات اللي بتحصل مع محمد صلاح، ده عادي واحنا تعودنا على كده. وبتكون غيره وحب، يعني بنشوفها ان هي غيره وحب الناس على منتخب بلدها، الناس عايزه تشوف بلدها في المونديال، فاكيد بتخاف، بتبقى عندها التخمينات دي. عجبني جدا اجابه اليو سيسي في المؤتمر بعد الخساره، لما حد قال له هتغير ال11 لاعب اللي شاركوا معاك في المباراه دي، قال لا انا واثق في اداء لعيبتي، انا لعيبتي كانوا كويسين، لعيبتي قدموا ماتش كويس جدا. دي حاجه اكيد بتفرق جدا مع اللاعب نفسيا، ودي اللي انا ذكرتها له لما كان في 2019 وخسروا من الجزائر في نهائي الكان. اكيد اللعيب لما هيسمع المدير الفني بتاعه بيقول كده، ممكن اتفهم جدا انه في غرفه الملابس ممكن يوبخ لاعب، ممكن يقول له ما كنتش افضل في الجانب ده، لكن ان هو يظهر قدام وسائل الاعلام ويتكلم معاهم بالطريقه دي اكيد تفرق معاهم جدا. ما نتمناش طبعا انها تظهر في مباراه العوده،
يعني تظهر معاهم في مباريات بعد كده، بس اكيد تفرق مع اللاعبين المواقف دي. لما بتكون متطوع في لجنه الاعلام في البطوله، لازم تكون في اي بطوله طبعا بتكون عامل حسابك ان انت تتعرض لاي موقف من المواقف. عادي جدا ان انت تلاقي انه الناس بتنده عليك ومريم محتاجينك ضروري دلوقتي حالا تروحي جنب مقصوره الاعلاميين، فتحس ان انت رايح انت متوتر وخايف وعايز تعرف في ايه، يا رب ما يكونش حصل حاجه، طب يا ترى هعرف اتصرف ولا لا. وتلاقي انه مثلا في اعلامي بيتكلم فرنسي وما كانش في حد من زمايلي بيتكلم اللغه دي، والاعلامي بس بيسال هو تشكيل الماتش اتطبع ولا لسه، بس لانه حد ما كانش عارف هو بيقول ايه، فحس الموضوع كبير. ما انساش ابدا في استاد السلام الموقف ده كان بيبقى صعب جدا بالنسبه لي. هو استاد السلام مقصوره الاعلاميين بعيده شويه عن اماكن ثانيه في الاستاد، فانا استاد السلام كان مشوار كتير قوي رايح جاي، الصحفيين يسالوني فين اماكن التواليت، فانا بقيت عارفه مؤخرا انه اي حد هينده عليا وينده بالحرص ده، فانا عارفه هو مش هيسال على تشكيل، مش هيسال على اي حاجه ليها علاقه بالمباراه، هو عايز يعرف فين التواليت وابقى طالعه نازله. فكان لا كان تعب في استاد السلام الموقف ده ما انساهوش ابدا، لانه اتكرر كتير قوي في بطوله الكان 2019. يمكن ماتش العوده في السنغال انا اكيد زي اي حد خايفه منه جدا، عارفه انه هيكون ماتش صعب قوي على منتخبنا، بس في نفس الوقت حاسه انه احنا رجالتنا قادرين. هم كانوا موجودين في استاد القاهره وشايفين الجمهور كان عامل ازاي، وعارفين لما هيلعبوا الماتش في دكار انه هيكون في جماهير كتيره جدا موجوده في ارض الملعب. اتوقع انه كالعاده لما بيكون صلاح فايق هيحرك اللعب معاه، وهنشوف يعني فعاليه هجوميه كبيره جدا منتخب مصر. احنا شفنا تالق من ياسر ابراهيم، يمكن عبد المنعم ربنا يقومه بالسلامه لما خرج ونزل ياسر ابراهيم ادى بشكل كويس جدا. الناس كانت شايفه انه ثنائيه عبد المنعم وونش الثنائيه ممكن تكون افضل كيمياء، لعبوا مع بعض اكتر، لكن ياسر ابراهيم نزل ادى، كان في تخوف من الجانب الدفاعي، تالق طبعا من الشناوي ربنا يحميه. فيعني اتوقع انه احنا قادرين ان احنا لو قدرنا نجيب هدف مباغت ساعتها لعيبه السنغال الحماس هيقل، وهنقدر ان احنا نحقق نتيجه طيبه ان شاء الله. لو عندي فرصه ان انا اتفرج على ماتش بره وانا في استادات كتير قوي قوي نفسي اروحها، في كل يعني في كل دوله في العالم، مفيش حته معينه عايزه اروحها قوي، نفسي الف كل الاستادات، بس نفسي اترجم مره لدييجو سيميوني وزين الدين زيدان، لانه دول انا مدربين بحبهم جدا، ويعني حاسه انه يعني مش بعيد ليه لا، ممكن الواحد يجتهد ويعمل اللي عليه ويوم في الايام يترجم لهم. ولو يعني الدنيا مشيت قوي واترجم لجوزيه مورينيو وابقى قاعده كده جنب ذا سبيشال وان في مؤتمر صحفي، هتبقى حاجه حلوه قوي. انا نفسي جدا ان انا اعمل حوار مع الكابتن محمود الخطيب، لانه انا عارفه انه لو اتيحت ليا الفرصه دي وان شاء الله اكون قد كلمتي، ان انا اعمل معاه حوار ما اتعملش قبل كده في كل الحوارات اللي اتعملت مع الكابتن محمود الخطيب، فدي اكيد حاجه بتمناها. ومن اللعيبه اللي نفسي اعمل معاهم حوار حقيقي زلاتان ابراهيموفيتش، انا بحب شخصيه زلاتان جدا، بحب اصراره. اي حد متابع قصه زلاتان هو بس مش عليه غير ان هو يشوف التواريخ اللي بيتصاب فيها زلاتان والتواريخ اللي بيرجع فيها للملعب، هنلاقي ان احنا قدام اعجاز، هنلاقي قدام لاعب اسطوري بيدي امثله لينا كلنا في حياتنا العاديه، ان انت يعني مهما وقعت لا تقوم وترجع احسن مما كنت، وتخلي الناس كلها بصالك ومش مصدقه انت ازاي عملت كده. فدول اللي اتمنى ان انا اقعد جنبهم او احاورهم في يوم من الايام. يمكن اي حد بيبقى ليه في الكوره بيكون شويه كمان بيحب ان هو يتابع الرياضات الثانيه المختلفه. احنا عندنا في مصر نماذج كتير قوي قوي، والنماذج كلها مشرفه وكلها بنفتخر بيها. يمكن انا حابه اذكر تحديدا تجربه فريال اشرف، وانا حابه اقول انها تجربه لانه هي رفعت راسنا كلنا. الكواليس دايما بتكون مختلفه، يمكن الناس بصت ليها في الاخر وهي ماسكه الميداليه في ايديها، لكن النظره دي اختلفت تماما لما عرفنا كواليس رحلتها، لما عرفنا انها كانت بتتدرب في مركز شباب، لما عرفنا قد ايه هي شطوره دراسيا ما شاء الله عليها، ودكتوره في كليه صيدله في البي يو اي، فان هي تكون مجتهده وفي نفس الوقت مهتمه بالرياضه، فدي كلها حاجات خلت نظرتنا ليها تختلف، وان احنا نحس قد ايه هي نموذج عظيم لازم كلنا نحتذي بيه. يعني لو هوجه رساله للكوتش اليو سي سي فهقول له سيتي فريمون ان اونور كو جيتي افيك فو ان فيزون لا تراديكسيون دو لا كونفرنس دو بريس جيتي تيلمون فيير دو فير سا تراديكسيون سيتي اون جورني انوبليابل دون ما في. رسالتي للكوتش اليو سي سي ان انا فعلا كنت متشرفه وفخوره جدا ان انا قاعده جنبه وبقوم بالترجمه اثناء المؤتمر الصحفي، وانه هيفضل يوم ما يتنسيش في حياتي كلها. دلوقتي رساله للعيبه السنغال فور لو جوور دي سنغال جو فو سويت بون شانس مي جو فيان دو فو دير كو فوز افي غاني لو ديرني فينال او كان سي انو دو غاني سيت فواسي. انا قلت للعيبه السنغال ان انا اكيد بتمنى لهم حظ سعيد، ولكن انتوا عملتوها وكسبتوا المره اللي فاتت في نهائي الكان، فالمره دي الدور علينا ان احنا نكسب ونصعد كاس العالم. مساج بور لي جوور دو ليكيب ايجيبسيان لي زونس جوور دون لو تيرين سي ان غران ريف بور نو لو مونديال سي فريمون ان ريف ان فو سويت بون شانس سويي سور سيت ريسبونسابيلتي سيل فو بلاي. انا قلت لعيبه منتخب مصر انه حلم المونديال ده حلم كبير جدا بالنسبه لنا، احنا بنثق فيكم، ارجوكم تكونوا قدر المسؤوليه وحققوا لنا الحلم ده.